تعقد الهيئة العليا للانتخابات في تونس اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا لإعلان القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بالبلاد والتي ينتظر أن تجرى منتصف الشهر المقبل. أوضحت الهيئة أنه تم رفض 66 طلبا للترشح للانتخابات الرئاسية من أصل 97 طلبا، مشيرة إلى أن المرشحين الذين تم رفض ملفاتهم يمكنهم اللجوء إلى القضاء للطعن على قرار الهيئة، على أن يتم الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين نهاية الشهر الجاري لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية في 2 سبتمبر المقبل.